بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كنيسة ديتناد كمدة سفتير كقرآن كريم كأه كرهان سورة البقرة عشر كنوح كبل عمنا يا جزء كالبعض بلوغيسا سيدي عشر كان لبدي عشر كهر ايي ان هرلع وقسم اينينا آيات دا بقول يا لبي افرتناد الى آيات دا بقول يا لبي كنتناد طبعا كا آيات دا حيكا هالليان ارين تاكو سابسان قبلة دا اي مسلمين تو صلاة دو دا مرك الصلاة تكن أيان مرك الدعاء سن أيان مرك العاصي ميتك ميتك مرك العاصي قبرك الله دقيا ما إلك الله دقيو حولها مرك الحلالين يا اللي جورع يو قبلة اللوجة سن يو قبلة المسلمين تاريخ ذي هذا يكشف هاي نيسا سيدي أن عشر كي هوري كغشا كيني وحوي رسول كان صلى الله عليه وسلم مركو هجرو دي مغارة دي مدينة وحالة فري إن بيت المقدس أما مسجد الأقصى إن لو جيستو صلاة دي مركو اللي تكنيو أرين تاسي وحي سعوتي مدو اللي طبعا إلى تضبيو طبعا بلوضة أمر كاسي مركو يميد لما قلبا دباتا ايو كو كياني لما كي يهود داها كبر ايو كو كياني ان اي كبران او يداه دان ماركتان محمد دين اصاله قوني اوها اوها استعيه مجرته دين تقبته وطايده دين تصحيحه اي حقيقه له اي دين وطايده وكاسو وحيو سوجه استقبله دا يدي dadkii muslimiinta ahaana waxay galiyeen shaki iyo balbalo iyo fidna ay ku dhax abuureen oo ilayhiin salaadihii aad u tukan jirteen makkah iyo meelaha soo dhan waxa ka jira male kaabada yaani qiblada runtii waa tan diinta runtiina waa tan dad badan oo carab ah oo muslimiina gaar ahaan dadkii markaas dicaaful iimaanka ahaa oo iimaankoodu uusan sugnayn sida asxaabtu ay u badnaayeen radiyallahu ta'ala canhum arrintaa way ku fidnoobeen laba sabab bay ugu fidnoobeenoo dee qibladii iyagu ay lahaan jireen ee carabtu ay lahayd oo kacbadoodii oo weligooda ay uhijroon jireen ay maaragtay u xajin jireen oo ay sharfi jireen oy tacdiimi jiray inay weynayn jireen weligoodba xataa islaamka ka hor yaa inta laga soo leexdaa meel kale la aaday marka taas culays bay ku noqotay islamarkaa waxaa dhibay faanka iyo ku digdigashada ay ku digdiganayaan yuhuuddu marka alla subxaana wa tacaala aayaadkan hadda sayaquulu sufahaau wuxuu inoogu sheegayaa waxa ay dhihi doonaan yacna waa la wareejin doonaa isagoo weli aysan dhicin in rasuulka sallallahu calayhi wasallam la amro in salaada markii uu tukanayo meel kasta uu joogo dunida mu'miniinta meel kasta ay dunida joogaan markay tukanayaan in ay u soo jeedsanayaan qiblada kacbada oo qibladoodu ay kacbada tahay intii aan la farin yaa waxaa loo sheegay arrintaasa markay dhacdo weli hadda ma dhicin waxay dhihi doonaan yuhuuddu sidaas marka wax aan dhicin oo qayb ah oo qur-aanku uu sheegay oo dhab ahaantiina markii dambe dhacay weeye taas waxay ka mid tahay mucjizooyinka qur-aanka ayay ka mid tahay
أو قرآنك إنه يهي حق إنه يهي معجرة وحيالها موجنية عضينية الدليل كوأه قرآنك إنه حق يهي ومن عند الله كيمد حوايي وح أخبار أون لعن هذا كهر مستقبل كأن لعن أنتو شاقو أيو سيدو شاقي أيو أدعي كاسو عمد ومعجز بكي يهي تكلو حكو يهي لمن كي إسلام كالد قالمي وح كست إسكود يهي إن القرآن كوري ما الدين أما إذا هذا القرآن كنوابين إلهي حقي سكما إيمانين محمد با إسكسا ما يستجيب كي إسكسا ما يستي أما لمن با براي لمن كي لهجروا يهود إيه منافقين تأيو عدو إسلام كا ويكود عوايين إن إذا هذان إن يينا نرمين محمد إن نرمين نو القرآن كي واسجل وليه دانان أيين نان لهن مركا أن ماشى كده جن مال عن القرآن كقدرنا أن يدهن الله وهو القرآن كشجع آه وحسي ليه دانان ما أن نان لهن هذا أود بقول هني ده هذان لكن هذانا ما دام القرآن كحق يهاي سدي القرآن كيري وليه دانان أيه يده هذين واسى يقول سفهاء لي قال وحول سيقول وحي أران دونان السفهاء كوي وحما قرطلعها إن دان طوال أقونين أما هم فدياشا أها حسورو دا إرقا وفي عن الصومالي أهل ليه كور السفهاء دا وحويان وهم فدي وأقف أن دان تيس أقونين إساق وحما دا يأينو عقل بدني هاي ودتك عقل بدني هاي لكن في حقيقة الأمر مصلحة ليس يدنتي سميقا حجر قال هذا يعلمون ظاهر من حياة الدنيا أيا ليلي حواي الدنيا ذي وحكار أركان لكن حقيقة ذي لبعت هذا ذنب آخرة يوحى سبحانه كر جرنيا مركا وضل أن دنت هذا أقونين فقه مركا لقاه الله يمالك سفيه وحل إلى هذا قفك حوله سكب حيام مال ما لا يعني أمريكا ساعة وحلقو سمية وحل إلى حجري إنو حوله سي كت تصرفه ولا قد جوجيا شرع الله الإسلام كي يكون جوجنا يسد دولة ده أيه كت جوجنا يسمع حجر إنك هني دنتي سمية قال إنو حوله سو حكوب حنا يا مال ما لا يعني يكون بحنا يا فيري معنى هو سود لا يهيون ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسها أمريكا قال ولا يهينه وحويه دين النبي إبراهيم و اسلام كاه و حنا عيو كليتا قف ان دنتي سم مصلحه يدا اقون من سفها نفسه اي جهل مصلحه نفسه نفتي سدنه هدا انا قونين مهاجره روحي رومين واياي تحقو كو دنبينيا نار جهنم ايو كو دنبينيا وانا لو شيغاي وانو اوغيهاي marka wa dadka aan waxba hubsanin in dantooda aqoonin ehan fadayaasha la yiraahdo كواسوي صدح غلا أيا إسلام هكسه هرجدة وقت جاء إسقى ولقونا وراء أنتي أون لما هو أن ممكن ليدا هذو أهل كتابك يهودي النصارى قالوا وقتك مشركين تاها كونا ومنافقين تي منافقين تو يجو وهي الرعبة ليدا هذايو لبذا قربة وحويان ويسك راعيان دتك مركزتا تلابا كستا يا امر كسو دين تا اسلام كا كي ما دبا ان دوران اي اسكو ديان مركا يغو معنى مالي قولو والبا اسك راعيان ها هي راع ويا اما دميري دان راع دي كو اللي يدهدو لكن مركا سيقول السفهاء السفهاء دان نبتا اهل الشيغي يا ارى ينتري وا يهودي وي سيقول وحي اران دوانان السفهاء كوي هم فدياش أها إرهن أهان تيدن تودا أقونين ومن الناس ضدك كم إذي وحي أران دوانان ما محو يهي ما ومحو يهي الذي كي ولاهم مسلمين تا وفعل يفاعل يمفعول ميشن أقوه ده ولا محو يهي ولا دب أقعليي دب أمجيري هم مسلمين تي واحد دب أمجيري عن قبلتهم
قبلة ضادي قبلة وحلي ده هذا ماشي عدو جد ستي عدو جيجا عدو جاليسو مركات تكنيسو أما مركات دعيسنيسو أما أنتي أشجعني الله تي قبلة عصا كانوا عليها أي كسب نعين قبلة دي أيو القابل جيران يمشي أو جيسن جيران محاكس اللحيي ما صرفهم محاكس اللحيي بل بها لكن مركان ولا هذا ربت أرجل له ولا وادب وجيتسو أذكرت مركا ولا مركت لا توبريم حل هذا مد وجيتسو بيد وجيتسو دب وجيتسو دب وجيتسو واحد سمعنا إسح زاويو أما أنقل بقول كي بس ديتن آيات سمعنا إسح يعني ماشو وجيجاب وجيدي يا واحد وجيدين إسح قرات كاجة ولا أساس لنا ولا مدبرا مركا وحي موجينا إسح مركا مدينة لجوجو بيت المقدس وحي كو آدنيد قلبات أي كو آدنيد أما قرح نع أي كو آدنيد مركاسا وحي لو سو جيستي كعبادة يا مكا يا لو سو جيستي مكادر يا كعبادة نوا باري مركا واد دب أي لو سو جيستي مركا محا دب وجيريوي سيقولوا حيران دوانا أسوف هاو كوي هنفذياشا ها يهود ها إيا منافقين تي دمير نه راع ذا إسكالي سعوتي او من الناس دتك كميدي ما ورمحو يهاي ورمحاس ومن الاهنا ورمحاد دعاي ورمحاساس يهالي ما اي شيء محو يهاي او ولاهم مسلمين تي دبو جيريي عن قبلتهم قبلة ضادي ماشي اوجي سنجرين مركي تكنا يعني اوجي سنجرين قبلة ضادي التي قبل هذا سكانوا عليها أيكسوك نعيان أوجي سنجرين واحد دب وجدجيري محيه مركا محي تهتم عن هذا سؤال معها واعتراض وعي وحكي شيء جد يدريتان وعي وحكي كوالا يهودو لأن كان وانا وريرسن من حق أوجي سنة من حق أوجي سنة مالنا كما سوغنا وح سوغن ما هايستو هو رير سنية هاي وحو اهلو بي امر كي الهي دوبا امر جري وخلافة وحدنا وحو اهلو بي ماشي رير هادو اي دقران جرين يميشو كل شئيو مركا واي اعتراض يا دوريتان وي سؤال هادا اي علمي كور هادين ايان يا ما مركا الله وحو شاق رسولك ساسا ليه دونان مركزا وحا الله شاقي وحي اقو جواب لها جوابتين والله لقنا رسولك صلى الله عليه وسلم مركز ساسي لها ذان وديه دوناني قل وحاك لها لله الله ايا اسكاله المشرق ماشي قرع ذو كسوا بحضو ايو المغرب يماشي اقول لعضو ايو انت اقول لحيسا نلقوا انت عصون جهوينك وحاوي مروى اللبا وباري يا قلبان مركا هدانا والا سيقا يبن كرايو باري يا قلبان وحالوغو سيداري كرا وقوي يا كونفر الجهات الأصلية للا انتاس هدانا أفر كالي ايا القصي بحين كرا او وقوي باري يا وقوي قلبان كونفر باري يا كونفر قلبان سيديد وحصو داني وقيب قيبين أصل وحاقون المشرق والمغرب بأصل إيا إنت ودى حيسا إنت بأ إلهي بأعلي مرها داي سيدة أستهاي يهدي الله وحنونيا من يشاء عدي ودونه إلى صراط مستقيم وضطو سن أيو كوحنونيا مركا وحلليه وحد كتر هذا arinto ama qadiyadu ma aha bari iyo galbeed iyo xageen loo jeesan iyo xageen loo jeesan in iyo ma aha waxa weeye wadada toosan in la qaado wadada toosan maxay tahay waa kolba tu alla amro kolba meshi ilahay subhanahu wa ta'ala uu ku amro oo amarkii alla uu ku yimaado
oo malak jibriil soo qaado oo nabi maxamed loo sheego oo nabigu u sheego meeshaas ayaa hanuunku halkaa weeye waddada toosani taa weeye islaamku taas weeye marka markii baytulmaqdis loo jeedsanayeena waddada toosaniyaday ahayd maxaa jira ilaahay baa amray markii loo soo jeesaday kacbadana waddada toosani taa weeye maxaa jira iyada ayuu ilaahay amray marka saas ku dhabaalayni qadiyadu aayadda kale oo isagu alle u leeyahay aayadda dheer laysa albirra an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib tan bay u jawaabaysaa arrintu ma aha in bari iyo galbeed baa loo jeedsanayaa ma aha walaakin albirra man aamana billaah arrinta wanaagga ah ee islaamnimada iyo waddada toosani waxa weeyaan man aamana billaahi qofka ilaahay rumeeyay waalmalaa'ikati waalkitaabi waalnabiyiina wa aata almaala calaa xubbihi ilaa aakhir alaaya islaamnimadu taa weeyaane qadiyadu ma aha bari iyo galbeed baa loo jeestay kol meeshii loo jeesta waa meesha ilaahay ku faro waa meesha ilaahay ku faro waxaad ogaataa marka aayadda intaasoo ma aha waxaa looga hadlay markii kacbada loo soo wareego oo laga soo wareego baytulmaqdis saasay dhihi doonaan yuhuuddu waxaanad ku tidhaahdaa lilaahi almashriq waalmaqrib meesha qoraxda u dhacdo bari iyo galbeedba ilaahay baa leh meeshuu ilaahay u jeesa ku yidhaa unbaana toosan saasoo ma aha waxa weeye marka xaqiiqada marka la eego rasuulkuna uu sheegay xadiis saxiix ayuu ku sheegay wuxuu yihi bayna almashriqi waalmaqrib qibla qoraxda meesha u dhacda iyo meesha ay ka soo baxday inta u dhaxaysa qibla unbaa ku taala taas waxay daliil u tahay bani aadamku meel kasta ayuu ku nool yahay qiblada marka oo kacbada marka loo soo jeedsanayo dad waxay u tahay qorax ka soo bax ayay u tahay oo bari bay u tahay dad waxay u tahay galbeed bay u tahay oo dadka bari degan halkaa indoneesiya iyo muslimiinta degan galbeed bay u tahay xagga galbeed bay u soo jeedsanayaan dadka galbeed jira sida masar iyo maqrib alcarabi iyo yurub iyo ameerika iyo dadka jira ee muslimiinta ina bari ayay ugu soo jeedsanayaan dadka masalan afrika degan afrikada koonfur innaga soomaaliya iyo wixii la mida innaga waqooyi ayay qibladu inoo tahay turkiga iyo dadka xaggaa jirana waxay u soo jeedsanayaan koonfur marka sharqi iyo qarbi inta u dhaxaysaba waa qibladii yacni qibladu meel walbay tahay marka wey maxaa jira meel kasta oo joogto waxaytumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah baa soo deg yaa soo degtay meel alla meeshaa joogtaan ba iyada u soo jeesta marka macnaheedu maxay tahay hadii la fasiro lilaahi almashriq waalmaqrib iyo tii aayaddii kale ahayd fa inamaa tuwalluu fathama wajhu llaahi meel alla meeshaad u jeedsateen ba qibladii ilaahay weeye oo macnaheedu ay tahay kolba meesha aad joogto yaa qibladu meesha ay kaa soo jirto ayaad u soo jeedsanaysaa kacbadu meesha ay kaa soo jirto marka bari bay mar kaaga soo aadi mar koonfur bay kaaga soo aadi mar waqooyi bay kaaga soo aadi mar koonfur bay marba meel bay meel kolba meeshaad joogto dee saas weeye marka saasay mucjis u tahay arrintu aayaddana ay u tahay marka intaasoo mucjisadood ayaa ku jirta aayaddan oo keliyata waxay dhihi doonaan baa lasii sheegay markaasay dhaheen waxay dhihi doonaan bay dhaheen waxay dhihi doonaan baa lasoo sheegay markaasay dhaheen waxay awood u lahaayeen inay yidhaahdaan yaynaan dhihin qur-aanku waa been aan idhaahne tiina ma dhicin iyadan waxaa laynoo sheegay qibladu inay bayna almashriqi waalmaqrib tahay mashriq iyo maqrib iyo intoo dhexaysa inay tahay kolbana meeshii loo jeesto ay tahay fathama wajhullaahi ay tahay waxaa la yidhi wakadalika maxay ka socotaa wakadalika waxaa la yidhi wakadalika ay kamaa jacalnaa qiblatakum oo kacbadii ah acdala wa axsana qiblatin saas wey
قبلها أقول وناكسن أقول توصل حجر واتي أقول رئيس إن أول بيت وضع للناس الذي ببكهم سان يدا أقدر نعي مركا قبلها إنه وجد سنه أو كعبده إيه مال لو جست أو قبل أو مارت قبلها تأقول فضل جب بدموي تأقول شرفت بدموي تي أقول رئيسي وعي ما أقدر تعالوا مد إذن كان مركا واحد تهم بالليدي أعدل الأمم أمضها إلهي أبو ريتي وقوناك سنيد أياتين وكذلك أي كما جعلنا سدعا وقيا الله قبلتكم إذنك قبلتنا أعدل وأفضل قبلة قبلتها وقفل قبضان وقشرفت بضان سان وقيا الله بأن جعلناكم إذنك يا الله أمة أمض بأنك يا الله أمضا صار وسطا أخيار أما عادلين أما دحدحارة أنت بقى وإنه قنيسة سد حلا من عنب ويتان أمة وسطا يعني أمة إسلام كوحى الله وحي مسلم هذا أمة أيسكوي وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أو فاتقون هذا أيضا مسلمين تقولون هو هالأمة والنيشن أيانو نهاي ما أها انت كلام حيث هاي اللي قوينك كالدوان له وشعوب هي قبائل بان شعوبا وقبائل مثلا شعبك الصوماليات أمدها الصوماليات ما هدي لأيقو مصطلح إسلام كهدي لأيقو ما أها مصطلح غربك ولا إن يريها الراعنة مركز تاع القرآن يقول لها راعنا وحا ذاتك كالي قارهان يهودي النصاري ومضاها كالي هو ذو ذا يمصطلحات كوضا إسمايان يوحوظها راعنا اللي إن ليه هاي وحاوه يا حقيقة ذا مركز اللي إيقو إسلام كمصطلحات كيسا إيا إربحين تيسا مركز اللي استعماله إنه شعوب بينون هاي الشعب الصومالي بينون هاي لكن أمة الإسلامية أينون هاي مركز أمة اللي هذا أمة الإسلام كأينون هاي قبائل نوالوسي كالبحر مركا وقبائل يا شعوب يا أمة أمة الإسلام إلهي ساسي نوبحي مركا تي إلهي نوبحي انت انكالي حانو عدان تي قال هذا مقعيدة نوبحي سوء ان هذا نيشن تاتيهين نيشن من هنا وحانو نهي people سومالي people بان هاي لكن نيشن إسلام يعني كم من هاي إسلام كاس نيشن كاسان كم من هاي مركا وحالا يديد وحالتهين أمد صدح صفاء أي وسط انتاسي أي وضع يحن بارسنتهين داد إناتهين أخيار داد شرف لي أخيارتي وحالي لأولي يغانو داد كشرفت لي داد شرف يمرؤو يكرام لي داد عادلين داد نحن حاذا أو مركز تبا نلوش وضع داني أي حقا يحقا يعني من هذا مدك يبيع تونا أي سنهين ضد حجرة مرنبة لبعض منك يبيع من أن آذين الدنيا الأساس هذا اللي يقانا مدك يبيع لحد سنترك يا تيم بل مركا أمة وسطا با إلهي إذا كان دقي محالة إذا كان دقي لتكونوا سيادوها تان شهداء كوكم مرخات فرا على الناس ضدك كوكم مرخات فرا ويكون إنو هذا الرسول رسولكنا عليكم إذنك شهيدا من إذنكم مرخات فرا أما إذن مرخات فرا إنت بوان شكدو نوال إليه إذن مرخات فرا أما إذنكم مرخات فرا مركا لغبا نووا وارتوا السداس لكن ترسيقن كيكو هرينا وانكوفا فاهينا صدح وحيابوض أي شهيد نمد أصله وش هاي؟ لبا وحب قصة أرورتي حديث صحيحة أي قصة أرورتي؟ أرتوا مده شهيد نمد أصلا عدد كم أمة الإسلام الشهداء يهيني آخر يأدون لبا ضبوي تاعي آخر مركي تاعي وحشيجي حديث كان أي شيجي؟ إيه
عبد الله بن عباس وحال لقوريه سعيد الخدري وحال لقوريه أصحاب دي أصحاب بدن وعبد الله بن عباس سعيد الخدري كم ديهين أي ماذا صار سارتين البخاري يا أحمد يا ترمذي يا نسائي يا غيرهم أيهين وحي وريين أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال إنه يدعى يدعى يوم القيامة نوح ما لدى قيامة مركة لسوء هذا البنك يا نبي قهر يا أمد الله دري نوح بها سوما نوح بها لو يدعى فيقال له على قد هيا هل بلغت قوم كاي أذيك اللي قد دري دعوذي يدين تي لغو صدري مقارسيسي فيقول حورينا نعم ها وان قارسي دعوة اياه ديماشا كالسعطان محكمة اياه سعطان محكمة العدل الدنيا ما انت محكمة وحي قاضيان يسيد الله يسيد الميو يوحس ولو ذا جادة لكن قيامة لا ظلم اليوم ظلم مجرو فيدعى قومه نوح نبي الله نوح قوم كيس ايا لو ييريا فيقال لهم حلو لو دحيا هل بلغكم نوح ما اني سو غارسي دينتي لو سو ديباي فيقولون وحي اورانيان ما اتانا من نذير ما محمد ما سو غارسين وحبا يرات دغنين او حق ربي كتمد او نسو غادي ما جرتو ما نذير او بلابيان وانا مر بدن كخليه رساله الاسلام كان اسلام كان مر كان لينا هي ما اسلام كان وكيله اسلام واولغي الى ان نبي الله ادم دينت الله هيست ان الدين عند الله اسلام ويه وهي كبلابتا دغني بي كبلابتا ان ددك لوغا ديغو ما جرى خطرته وين روحي كاغا ديغا ايا دنتا له هي خطر وين با سو سوتو تاسا لوغا ديغي وهي مركو خيرين ما اتانا من نذير وح نو ديغا ما ايمانين نو ما ايمانين بيد وما اتانا من احد عذبا نو ما ايمان بيد هذا هو أنك 50,000 سنة إلا 50 عاما كوري هوسب أقول لك إيه قاعد سينجري أي ساسين والله استغفر ما لنتاس فيقالوا على رهيا لنوح وحلو رهيا من يشهد لك ورياكو مرخاتي فريا مرخاتي ما يستا لأن من كان قاعد سيسي فيقولوا حوارنايا محمد وأمته لا محمد أمت ديسة ايا مرخاتي اي اه مركا اي ويسي سعطا وحي دايان لمكي وار داي امبا ايدان اي اسكو وقت بمينان هين السيد نوغو مرخاتي فريسان مركا سوى حي دايان كتاب كي قرآن كا ايلين نقول سود دجي ايا نو شاقي ان نبي نوحي نسو قارسي او اديدين ساسنا اللي يدين هلاقي ايان نسو قارسيه ساسا يدحيان مركا انبياء ده الهي ودنا واساسا ده نبي نوح مبالغة صوب بلاوي لكن انبياء ده ايدل والله مرحا تفريا رسول كان صلى الله عليه وسلم انك ايو انو مرحا تفر اولوية هاي وحوويان وارهم بشيغيان انا او مرحا تكا ان أنا أنسو غارسي مرة وينو مرخاتي فوري مرة وينو مرخاتي فوري إسنا بحجر قول والبين لغو مرخاتي فورا الربا سوى ماها إنك سوى إنغا إنا ندفيري نمبا إنغا رسولك إنغو مرخاتي فوري إنو دينتي إنسو غارسي إسلا مركاس وحو إنو مرخاتي فوريا إن أيلو إن دينتي أنقاذاني وحن أنشيغ إنانا إرويهين مركو إن التزكين يا تزكين رسول كأيها يستا أمضو مالين تانا مركا شهيد نمدو كوباد وامد داس خلقي إلهي أو إسوضا مقلي إسنائي وضا أركيا بانكاس مالين تاس يانو كمر خاتفورينا وانا هدي شرفت كوباد أمضن إسلام كإلهي أوسيي درسيقان انتاس أيام كسد آزين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.